الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، نكمل السنن والى سنن الترمذي، نكمل السنن والى سنن الترمذي. ما زلنا في كتاب الدعوات، ابواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول العبد اذا مرض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع فيه ضعف، وكيع الرؤاسي. قال البخاري: يتكلمون فيه الأشياء لقنوه إياها. أبو حاتم الرازي قد تركت الرواية عنه، فالحق أنه ضعيف ليس بشيء. النسائي قال ليس بثقة، قال ليس بشيء، والدارقطني أيضا قد تكلموا فيه كما قال الإمام البخاري، يعني هو وإن كان صدوقا لكنه ضعيف. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن جحادة اليامي الكوفي العطار. قال ابن معين: ليس به بأس. ابن حبان قال: في المجروحين كان يخطئ. وبعضهم قال صدوق يهم. قال: حدثنا عبد الجبار بن عباس الكوفي قال: ابن معين ليس به بأس. قال عجلي: صويلح لا بأس به. وأبو داود قال: ليس به بأس. والحق أنه كان يتشيع، والبدعة لا تسقط الراوي كما قلنا قبل ذلك. قال: حدثنا عبد الجبار ابن عباس الكوفي أيضا سلسل الكوفيين. قال ابن معين: ليس به بأس. لكن ابن حبان قال: في المجروحين كان ممن ينقلب المقلوبات عن الثقات، وأيضا كان يتشيع. أو دول قال: ليس به بأس. أنا أبي إسحاق وإسحاق السبيع واسع العلم يرسل ويدرس عن الأغر أبي المسلم المدني أو المديني. العجل قال: تبعي ثقة. والبزار قال: ثقة. قال: أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين الأنصاري. قال: وأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، يعني قرر ما قال، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال: يقول الله تعالى: لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد قال الله تعالى: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. هذا حديث حسن غريب، حسنه الإمام الترمذي. وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة أبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه، ولم يرفعه شعبة، يعني موقوف ومرفوع. وقال: حدثنا بذلك محمد بن بشار وبندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال عن شعبة أمين المؤمنين في الحديث إلى آخر الحديث. هذا حديث عظيم فيه دلالات واضحة على حسن الخاتمة، وأن المرء بحسن خاتمته ينقل المقلوبات. سيأتيك الإجابة إن شاء الله، ماشي. فحسن الخاتمة للإنسان على ذكر الله جل في علاه فيه التوحيد، فيه التوحيد، وهذا الذكر كله على التوحيد. وقلنا بأن أعظم ما يكون على المرء وأعظم ما يتقرب به المرء لله جل في علاه هي استقامة الأمر على التوحيد. ولأن توحيد الله جل في علاه هو المقصد الأصيل، قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. ما خلق الخلق لا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لتوحيده، وأن الله جل في علاه
هيأ الكون بأسره من أجل استقامة الأمر على توحيده سبحانه جل في علاه. اللهم ارزقنا التوحيد وأصل التوحيد وكمال التوحيد، اللهم أمين يا رب العالمين. يقول أنه ما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذه دلالة على التأكيد على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من قال لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. هذا التقدير الصحيح. وقال أهل البدع يعني لا رب لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا قول الأشاعرة، وهذا كلام باطل. وإلا فما الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفران من مشرك العرب الذين كانوا يقرون بالربوبية ولكنهم أشركوا في الإلهية؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ذلك قال هنا أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه. شوف هنا صدقه ربه، قال لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله، وهنا الكلام على الإلهية والعبودية، ومع ذلك قال صدقه ربه، لأن هذه المسألة فيها ما فيها من العقاب، من الثواب والعقاب، فيها ما فيها من الأجر، فيها ما فيها من التقرير. لذلك قال صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا. فإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر، قال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، والله أكبر من كل شيء، والله أكبر من كل شيء، أكبر من أن تتصور، وأكبر من أن تصل له فكرة، وأكبر سبحانه جل في علاه من كل شيء، والله على كل شيء قدير. قال لا إله إلا الله وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قرر الله ذلك وصدقه، ويقول لا إله إلا أنا وحدي سبحانه جل في علاه، ولا منازع ولا ند ولا شبيه ولا سمي. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ لا لا نعلم له سميا. قال الله تعالى منكرا على أهل الكفر والطغيان الذين نسبوا الولد لله بهتانا وزورا، قال الله جل في علا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، قال لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. ولذلك قال الله جل وعلا: أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الحكيم لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل على الله ندا وهو خلقك. فإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد. نعم الملك كله لله جل في علاه، وبيد الله جل في علاه، والكون كله كونه، والعبد عبده، والخلق خلقه. قال: ولله ميراث السماوات والأرض، الله خالق كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وله الحمد. وهذه من أعظم العبادات أن تحمد الله جل في علاه. إذا جمعت أنت بين التوحيد، وجمعت بين التدبير، وجمعت بين الحمد لله جل في علاه على الملك، على التوحيد، على التدبير، فتحمد الله على صفات الكمال والبهاء والجلال والعظمة. فإذا قال لا إله إلا قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقلنا هذا كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله مستقلة، فهي كنز من كنوز الجنة، من أتى بها كان له عند الله الحظوة، وهي كنز من كنوز الجنة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة، من عجز إلى تمكين، من خسة إلى رفعة، من معصية إلى طاعة، إلا بقوة الله جل في علاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله تعالى يقول: لا إله إلا أنا، لا حول ولا قوة إلا بي. من قالها مريضا فمات على ذلك ختم له بالصالحات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: لم تطعمه النار. اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. أول الأمر على التوحيد، وآخره على التوحيد، ومن ختم الله له بالتوحيد فقد أراد له السلعة الغالية، أراد له الجنة، وأراد له الجوار الرحمن سبحانه جل في علاه. الفوائد المستنبطة:
فضل ذكر الله جل في علاه، فإن الله يقرر هذا الذكر ويذكر العبد كما ذكره. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. فضل الحمد لله جل في علاه، فضل الحمد له. الفائدة الثالثة، الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، لو عندكم أسئلة تفضلوا حتى نذهب إلى ختام دروس الليلة مع الأشربة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.